تفضل شيخ عمر بن الخطاب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء أنا شيعي والحمد لله مهتدي سني. حلو. وأني أصغر واحد بيهم هنا أنا فما أتقدم عليهم. والحمد لله صار لي يومين من متسنن والله يثبتني إن شاء الله وحبيبي. إن شاء الله بس الحمد لله بس تسوي من تسنن. ألف مبروك مبارك مبارك إن شاء الله. أخونا أخونا عمر 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 يا أعطينا مجال. اعطينا مجال اخونا عمر ما دام ما دام ما دام صار لك يومين متسنن فرج هاي الاسنان عدل على مود ما دام اسنانك لبنيه يعني يعني الاخ عمر الان يا اخواني الاخ عمر من اهل السنه والجماعه صح اخونا انت الان من اهل السنه والجماعه؟ من اهل السنه والجماعه والحمد لله. احسنت 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 جيد 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 السنه لحظه اسكت اسكت يا رجل يا رجل اسكت. طيب اخونا عمر استنى استنى اسكت يا رجل عايشة اسكت الله يخليك اسكت اسكت لا تخليني اتجاوز عليك لا تشوش اسكت لا تخليني اتجاوز عليك والله اسكت اسكت ابو عائشة. طيب اخونا عمر انت من اهل السنة والجماعة. السنة عرفناها سنة رسول الله. الجماعة من الجماعة اللي انت صرت منهم من ذولا؟ من الجماعة ايه جماعة نفسهم الصحابة صحابة جماعة. اي نعم. على ماذا اجتمعوا؟ اي نعم. على ماذا اجتمعوا الصحابة على ماذا اجتمعوا؟ على توحيد دين الله. توحيد يعني انت توحيدك ماخذ من الصحابة؟ الان؟ اي نعم. من احسنت احسنت ماشي 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 يلا اعطيني اعطيني عن الصحابة عن الصحابة انهم قالوا ان الله تبارك وتعالى ان الله تبارك وتعالى شاب أمرد تفضل اللي تعده أنت يلا إن الله شنو شاب أمرد إن الله شاب أمرك إيه ما افتهمت الكلمة الله شاب أنت التوحيد مو خدت سيدة التوحيد مو خدت من الصحابة حجي فدوى روحك أعطيني إن الله عنده يدين اثنين من الصحابة يلا من الصحابة عنده يدين اثنين قال الصحابة إن الله له يدين اثنين وعنده ساقين اثنين يلا من الصحابة يلا لا لا أخونا أخونا عمر 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 أخونا عمر أخونا عمر بس اهدئ هو يقول لك اسم اسمع أخوي الآن أنت تعلمت التوحيد من الصحابة هل الله له حقه الله له شنو حقه حقه خسر خسر شنو حقه ما تعرف زين هلا ماشي ماشي هل مو بعدين اسال الصحابه على هاي السوالف هل الله يهرول ولا لا يهرول وين قاعدين ما ادري اسالوا عائشه قال لي يهرول ولا يهرول ولك رايح تعبد شابي يهرول شاب ولك ترك التوحيد الامام علي راعي لا توحيد ولا ربك يركض يهرول ابن باز ابن عثيمين يقول مشي سريع يمشي مشي سريع ركض يا عمر 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 شنو رايك بس لحظه طلبتك ابو عاش عمر 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 ابو عاش طلبتك اي صح 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 انا قلت له مو ليش قلت له لا تدنق ويانا اسمع شيخنا عمر عمر شيخنا صار لك يومين متسنن شوف الان شنو رايك اظهر لك كتاب الان كتاب صنف حديثا كتاب كامل انه الله يهرول اظهر لي زين اذا اظهرت ترجع والله ما ارجع لو يقولون السنه الله عايش ويانا بالآخر هموتين ما اطلع من خلاص ما يرجع ما يرجع ما يرجع, ما يرجع. خلاص اذا انت اذا اذا انت مقتنع انت زين الان راح اكشفك انت شيعي لو لا اسمع راح اكشفك انت شيعي لو لا اول شيء انت صرخي شفني الحمد لله مناني وجيني الشيعي عايش بتركيا والحمد لله رجعت احنا بيتنا بالكاظمية المعلومه يم الامام ماشي ما الان اسمع 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 الحمد لله مناني صغير مناني صغير اقول لك الان اسمع 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 قام قام يخاف ما يقبل يسال ايه اسمع اسمع عدد لي بالله الائمه ال 12 تفضل الائمه ال 12 علي بن ابي طالب والحسين والعباس والجعفر
العباس من الأئمة ال 12. العباس من الأئمة ال 12. اكو عندنا يقولون هل هو للبعث السابق. هذه ليش مهمة؟ شلون غير مهمة يا رجل؟ شلون شيعة؟ يقول العباس. ليش 12 ما يعرف أئمته؟ هو شلون شيعة 12 إذا ما يعرف؟ روح خلك فرد تعال روح. أئمة ال 12. خلك فرد تعال. هل هي من الدين يعرف الأئمة الاثنى عشر؟ شلون مو من الدين؟ نعم من الدين. ما يزال الدين عزيزا ما وليه اثنى عشر خليفة كلهم من قريش. بقي المهدي. زين خلينا نرجع لحديث السيد ميثم. أنت تقول عاشر فقيهة. السيد ميثم يقول تقول للنبي قالت مهما يكتم الناس يعلم الله. يعني هذا واحدة سؤال من واحدة فقيهة مو الله يعلم وخائنة الأعين وما تقصد. بس عندي فقرة أبو كريم الله يرحم والديكم أريدكم كلكم اللي على البث 3000 واحد الآن تصلون على محمد وآل محمد. الأخ أحمد مناتي تبرع